عرض صندوق مرجاني في إطار معرض دولي للأدب الفكري بعنوان نون فيكشن ترجمة أدبية لمعاني القرآن الكريم، والتي أنجزتها المستشرقة الروسية الفذة بيتسي شيتفار في أوائل التسعينيات من القرن الماضي، وأعيد إصدارها مؤخرا. كانت شيتفار على إلمام تام بالحضارة الإسلامية والتراث الأدبي العربي، وباتت ترجمة معاني القرآن الكريم إلى الروسية نتاجها العلمي الأخير الذي توج بحوثها. وكان هذا العمل موجها إلى جمهور القراء الروس الواسع والمسلمين غير المطلعين على الثقافة العربية. وتختلف هذه الترجمة عن غيرها بأنها ليست على شكل أشعار، كما أنها ليست أكاديمية مثل ترجمة المستعرب الروسي كراتشكوفسكي، وقد هدفت إلى بلورة صورة أدبية عن المصحف الشريف للقارئ العادي. كانت ترجمة شيتفار محاولة للجمع بين المعالجة العلمية للنص وبين جمال التعبير الذي يعكس النظام اللغوي للنص وخصائص صوره كونه نموذجا للتراث الأدبي. وقد أبصرت هذه الترجمة النور للمرة الأولى عام 2003 حين تم إصدار مسودتها الخالية من التعليقات، وقررنا إصدارها ليتشكل لدى القراء صورة كافية بقدر المستطاع عن القرآن، فإعجاز المصحف الكريم معلوم للجميع. ونجح هذا الإصدار بفضل البحوث العلمية الدؤوبة لرينات بيكن رئيس قسم العلوم الإسلامية في جامعة قازان، والذي حلم منذ زمن طويل بإعادة إصدار ترجمة شيتفار وإطلاع الناس عليها. وقد تعاون طويلا مع ابنة المستعربة في مطابقة ومقارنة الفقرات من الأرشيف وإعادة وضع التعليقات التي أوضحت الوقائع التاريخية والثقافية في القرآن الكريم. كان من أصعب الأشياء في العمل تحمل المسؤولية عن استعارة الفقرات المفقودة التي لم نجدها في أرشيف المترجمة، وذلك عبر القياس والمقارنة، إذ من الصعب التدخل في ترجمة شخص قد رحل. كان عملا مديدا وروتينيا أحيانا، لكنني لا أشكو منه، بل المسؤولية هي الأصعب.